الاسم الكامل محمد البشير محمد جنجة. الإسلام هو الدين، لأن الله جل جلاله قال الدين هو الإسلام، والدين هو ثاني ديانات السماوية الإبراهيمية السماوية، أي الإسلام دين العفو، دين المسامحة، دين التآخي والتلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع. التطرف هو الانزياح إلى الموضوع العام والابتعاد عن الفكرة المطروحة بعنصرية تامة. أهم الأسباب التي تدعو الناس أو الشباب خاصة إلى التطرف هو الشيوع والاستبداد والقمع. نكون رجلا ذا شخصية بارزة في المجتمع، ونكون أول من يعيد الشعب البلد الموريتاني أو الدولة الإسلامية إلى أعز شبابها.